السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو مكملين مع برنامج اوتوديسك شوكيس. بقول له اوبن فايل وبختار الملف اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. ببساطة جدا هدوس حرف الام اللي هو الماتيريال وابدأ اختار العناصر اللي انا هشتغل عليها. تمام، وليكن مثلا اعديها ماتيريال معين. وبسيطة جدا اقول له مثلا عايزها باللون دوت، وممكن اختار اي الوان يعني حسب الالوان اللي انت عايزها. انا ممكن برضو الابواب ده برضو نفس اللون، مفيش مشكلة. اديها لون ازرق، وممكن هنا ادي لون زي دوت. زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا، ان انت بتلون حاجة بطريقة لذيذة مفيش اي مشاكل. تمام اهي. تمام، خلصنا الماتيريال. تمام، ممكن نقول له احنا عايزين الإضاءة اللايتنج. مجرد بدوس كده واسحب زي ما انت شايف النار بتختلف والشادو بيختلف اهو. ممكن اخلي الوقت بالليل خالص او الوقت الصبح زي ما انت عايز. فيجوال ستايل، لو انت عايز تغير فيجوال ستايل اللوك ممكن اختار شوتس. تمام، دي شوية لقطات موجودة. ممكن انا اعمل حاجة جديدة شوية، اقول له عايز اعمل بدل ستيل. خلينا بدل ستيل نختار ستارت تو انت، هختار فريمين. ده الفريم الاولاني، والف شوية اختار الفريم التاني واقول له ريسيت انت، واقول له ايه بريفيو. زي ما انت شايف البرنامج سهل الاستخدام. تقدر تعمل بيه شوية حاجات لذيذة، اي حاجات 3D بتبقى شغال على بيها بسرعة، تكون حاجة معمولة في الريفيت او في برنامج الانفنتور او اي برنامج اخر تبدأ تشتغل عليها. عمر سليم.